باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. توقف عن الأنانية. في سلسلة كده كنت عملتها في أمريكا بنعمة ربنا اسمها ستوب، قصدت بيها أن في حاجات كده لازم الواحد يكتشفها في حياته ويقول لنفسه أقف بقى هنا، ويعني حاجات كتيرة بقى منها موضوع الأنانية. أول ما تسمعوا كلمة أنانية تقريبا كل الستات قالوا في بالهم الموضوع مش تبعنا، بس أنا دلوقتي هجيبها يعني هقنعهم. الرجالة تشككوا في روحهم شوي، لأن الراجل يتهم بالأنانية عموما أكتر من الست، أو يميل أنه يفكر في نفسه أكتر من الست. بس هقول لكم تتقري إزاي. الأنانية مرتبطة بخطيتين يكشفوا عن وجودها. الأنانية يعني واحد مشغول بأناته بذاته. في الرجالة تبان في الطمع، في الستات تبان في الغيرة. طبعا في كده وفي كده رجالة وستات، بس أنا بقول الأكثر شيوعا إيه. الراجل من أنانيته يميل إنه عاوز عاوز عاوز، فتبقى مراته بتقول له انت طماع، او اللي حواليه شايفينه ما بيشبعش، مره يقولوا له اصلك اناني ومره يقولوا له اصلك طماع. الست لما تفكر في نفسها زياده ما تعبرش، فما حدش واخد باله انها انانيه، انما تلاقيها سحبت في حته ايه اشمعنى، والغيره تشتغل. الغيره مبنيه على ايه؟ هي بتفكر في نفسها، فعلى طول يصعب عليها ان حد تاني يبان او يظهر او يسبقها او. المهم ان الثلاثي ده اللي هو الانانية والطمع والغيرة دول قرايب في بعض، فاللي هيغلب الانانية هيغلب ضمنيا الغيرة وهيغلب ضمنيا الطمع. الانانية يعني انا شغلاني، انا مالية دماغي، كلمة أنا، فلان، كل واحد يقول اسمه فلان شغلني. وده عكس اللي قاله المسيح، قال اللي عاوز يمشي ورايا أول حاجة لازم يشتغل عليها ينكر نفسه، يعني يشطب على أنا دي، ساعتها يرتاح بقيت كل حاجة سهلة. بعد كده يشيل صليبه سهل، يبقى قديس سهل، يسمع الوصايا سهل، يخدم سهل، كله بيمشي سهل. فتعالوا نشوف شوية كيف نتوقف عن الأنانية. الأنانية بتبان بأشكال كتير، مثلا في التفكير. اللي بيفكر في نفسه كتير أناني مع أنه مش باين عليه، خلي بالكم. عشان كده بقول لكم الستات بالذات ما عمرهم ما يعترفوا بالخطية دي، لأنها أم ففعلا بتتعب بعيالها، بس طول النهار مخها بيقول مش مقدرني، مش حاسين بتعبي، محدش واخد باله مني. يبقى في الآخر هي ايه؟ هي برضو مركزة مع نفسها زيادة، لكن من الخارج لا، هي خدومة ومعطاءة وكريمة، لكن المخ ايه؟ انا برضو. فساعات الواحد يبقى مشغول على نفسه زيادة. الانا تبتدي من الدماغ مش من الاكشن. العمل ده يجي في الآخر، لكن الفكرة ايه؟ تلاقي الواحد بيفكر طول اليوم أعمل إيه؟ هيقولوا عني إيه؟ شكلي إيه؟ مستقبلي إيه؟ مقتنياتي إيه؟ خدمتي، رأيي، كلمتي. في الآخر ياء المتكلم غلبة على تفكيره، يعني أنا شغلاني. برضو واحد يقول لي هو في حاجة غير كده؟ لا، تخيلوا واحد سرحان، فلان ده يا عيني متألم قوي، يبقى مخه راح في واحد تاني. الغلابة دول نعمل لهم ايه؟ يبقى مخه راح في حد تاني. السما دي جميلة قوي، يبقى سرح في قضية اخرى. المسيح اتعذب قوي، يبقى هنا طلع بره نفسه. يبقى المخ نفسه يا اما مربوط بيا زيادة، ودي بقى يقول لك صعبان عليه نفسه، شايف نفسه، كل دي صور من الانا في الاخر.
الأنانية تطلع من مستوى التفكير إلى مستوى التصرف أو المواقف، فيبان بقى أن الشخص إيه ذاته دي شغلة أو أناته دي كبيرة. في الرجالة بالذات فضايح الحتة دي، تلاقي يعني ما ياخدوش بالهم فتلاقيه ياخد أول واحد وآخر واحد يدي، فيقول لك ده طماع، ده بخيل، ده أناني، لأنه ياخد ولما يجي يدي كده بالقطار. في التصرف كمان تبقى رغباتي أنا هي اللي شغلاني، يعني الناس ترتاح ولا أنا ارتاح؟ لا طبعا أنا أول حاجة تشغلني، وبعدين من الذوق أن أنا طب أخد بالي، لكن هي مصطلعة بتلقائية. التلقائية إيه؟ أنا. فعشان أتنقل من تلقائية الأنا لتلقائية الأنت ده مشوار طويل، دي مأمورية كبيرة، دي معجزة هنشوف نوصل لها إزاي. في التصرف كمان ممكن تبقى اهتمامات الآخرين لا تعنيني. يعني إيه؟ يعني مرة قال لي راجل صعبان عليه جدا أن مراته قالت عليه أناني، لأنه فعلا بيصرف على بيته جامد وبيشارك مراته في حاجات كتيرة في البيت وفي شغلها، بس هي بتقول عليه أناني. فقلت لها برضو هو يعني مش أناني أوي يعني؟ قالت لي بص، هو في حتة مش واخد باله منها، أنا لو اتكلمت في أي موضوع ما يخصوش ما يركزش يبقى أناني. فنسكت. قلت لها معك حق، بصراحة معها حق، لما اتكلم في أي موضوع ما يفرقش معاه ما يركزش فيه يبقى هو ما بيركزش غير في الحاجات اللي تفرق معه، يبقى أناني. طبعا دي مش رجالي بس، برضو دي ممكن تبقى في كل الناس، لكن أنا بوريكم أنه بتبان بالذات في المعاشرات أو في العلاقات، أنه لو أنا اهتميت بموضوعك يبقى أنا مش أناني، باللي يشغلك، بمرضك، بابنك، بهمك، بمشكلتك، يبقى أنا مش أناني. لكن أول ما تيجي موضوع يخصك تلاقيني مش مركز يبقى أنا مش بركز غير مع نفسي. تبان حتى في الحكاوي العادية، في واحدة على التليفون أول ما تتكلم أنت تحسي بكآبة. ليه؟ مش هتخلصي، هتقعد تحكي لك عن همومها ومشاكلها، في المرة اللي تحاولي تقولي لها طب ده أنا كمان بنتي تلاقيها بتقفل، مش عاوزة تسمعك. الله، حاجة تغيظ. يعني أنا مستنياكي نص ساعة عمالة تحكي لي عن جوزك وغلبه وعيالك وغلبهم ومشاكلك، طب عاوزة أقول لك ما أنا كمان، أول ما قلتي وأنا كمان وهتحكي ما عندهاش ودن تسمع. ليه؟ هي عاوزة تحكي عن نفسها بس، عندهاش استعداد تفكر في حد غير. طبعا قمة الأنانية. يبقى بتبان في المواقف، في التليفونات، في كل حاجة. الأنانية كمان تبان أحيانا بشكل من أشكال الكبرياء، إن الواحد يحب يتكلم ويأكل القعدة. كل الناس بتفهم بس في واحد تقعد معاه يحسسك محدش بيفهم غيره، وتبقى عاوز تتكلم مش لاحق، كل لما تقول جملة يقطعها، كل لما تلاقي تقول رأي يقولك لا 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 أنت مش فاهم، ما بفهمش خالص يعني، ولا جملة طلعت مفيدة. في ناس كده وحتى لسانها بيحكم عليه، كلمة لا انت مش فاهم، لا انتوا مش واخدين بالكم، لا لا بصراحة انت المعجب بروحك، لكن الموضوع مش كده. ففي ناس الكلام نفسه بيبيد قد ايه الانا دي كبيرة. يبقى هو قليل الاستماع وكثير الكلام، عشان كده تلاحظوا القديس يعقوب نبهنا لحاجة مهمة، ليكن كل انسان عكس كده، مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم. أصدع علاج للأنانية، علاج للأنانية أن أنا أسمعك ولما أتكلم أتكلم قليل. الأنانية عكس كده. في أنانية في المشاعر، لما واحد تبقى صعبانة عليه نفسه طول الوقت. الحقيقة ده أناني في مشاعره. ليه؟ هو أنت أكتر واحد في الدنيا متألم؟
يعني كويس انت مريض، كم واحد مريض زيك؟ في ملايين. وكم واحد عنده نفس المرض بس بدرجة متقدمة اكتر؟ وممكن يكونوا اللي حواليك برضه، والديك، مراتك، اخواتك. طب امال ليه انت مركز قوي في مرضك وبتشكي وبيصعب عليك نفسك؟ نظرة موضوعية هتلاقي انه محدش يعني صحته سليمة قوي، وانه في ناس تعبانة اكتر من كده كتير قوي. هادي بقى تبان في الناس الروحيين، لما تقول له لا الف سلامة عليك يقول لك لا ده الحمد لله، ده في ناس كتيرة تعبانة اكتر. تطلع الحمد لله بتلقائية حتى لو مرضه جديد، لانه على طول مخه بيستحضر الاخرين، فعارف ان في ناس لا عارفة تمشي ولا عارفة تشوف ولا عارفة تعيش، فيعني كويس قوي كده. المخ اللي يقدر بسهولة يستحضر اخرين ده اقل انانية، انما المخ اللي مش شايف غير مشكلته طبعا ده غرقان اناني. فتلاقي شعور الشفقة على الناس معاه شوية كراهية مع غضب. ايه المضاعفات؟ complications. ليه الانانية دي مرض خطير جدا ويضيع الابدية؟ لانه اكتر حاجة تعطل الروح، الروح القدس روح الحب، والحب ببساطة معناه انت شغلني. فلسفة الحب ايه؟ فلسفة الحب انت الاخر شغلني ايا كان. الاخر ده الفقير اللي معايا في البيت، الجيران، الاصدقاء اللي في اخر العالم اللي ما يعرفوش المسيح. الحب هو ان ما يشغلك ليس نفسك، والروح القدس روح الحب. روح القدس هو الله، والله محب، وبالتالي الذات او الانا العدو اللدود للحياة الروحية. اكتر حاجة توقف الحياة الروحية الانا، الذات. فاللي مش عارف يطلع منها هو الحقيقة روحيا لا يتقدم. ممكن يفضل 30-40 سنة بيخدم وجوه الكنيسة بس المرض ده مزمن عنده وما بيحاولش يعالجه، وجوه الخدمة يبقى الانا هي اللي فرق. ممكن يبقى خادم كبير بس رأيه وكلامه وكرامته وراحته ورغباته هي المحور اللي بيتحرك فيه حتى جوه الخدمة، فتبقى برضو كل الخدمة مش جايبة همها لأنها مش لحساب ربنا. إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. ساعات بقى الأنا خبيثة شوية، يقولوا الآباء إن الذات خبيثة، فتاخد شكل متلون. ايه التلون؟ يقول لك لا انا مش مشغول على نفسي، فما يقولش انا بس، يقول بيتي، عيالي، عربيتي، شغلتي، زمايلي، فريق الكرة بتاعي، كنيستي، هي في الاخر انا برضو. ليه؟ لانه هو الانتماءات بتاعته ما بيشوفش غيرها برضو. طبعا برضو دي لو رجعتوها هتلاقوا اللي بيحركها أناته، لأنه هي كل الكنائس، ما كل الكنائس حلوة، سمعنا كنيستك أنت يعني. ويعني عشان كده المسيح قال ما كانش واحد يبغض أباه وأمه. مش معقول يا رب تقول نكره بابا وماما؟ لا مش تكرههم، بس حبهم، لكن في غيرهم، في غيرهم بشر عايشين. فزي ما بتطلع بره نفسك بتطلع بره الدايرة بتاعتك عشان تخدم المجتمع كله، تخدم البشرية كلها. لأنك لو عشت بس لعيلتك برضو أنت إيه؟ أناني بشكل أو بآخر. مرة كان في بنت كده مقبلة على الزواج، وبعدين أنا كنت حاسسها ارتباطها ببيتها مرضي، يعني مرتبطين ببعض بس بشكل يعني عيلتنا وأي حد تاني ما بيفهمش. فقلت لها عاوزين نعالج الأنانية. زعلت جدا، ازاي نقول الأنانية دي؟ وتفضل تشهد ده أنا بخدم بابا، ده أنا ماما، ده أخواتي، ده بس كل التطبيقات اللي هي بتقولها إيه؟ جوه البيت برضو. الحقيقة جوازتها ما مشيتش، تعثرت تماما. ليه؟ لما دخل طرف آخر في الحياة هي ما عرفتش تطلع بره الدايرة دي، فهي أنانية من نوع معين،
أنانية أسرة. طب يا بنتي ده هيبقى جوزك هياخد مطرح أبوك، ربنا يخلي أبوك، بس إيه جوزك قبل أبوك. لا ما ينفعش. طب بيتك الجديد أهم من، لا مش هيمشي. طب عيالك، طب لا مش قادرة تشوف كده، مش قادرة تطلع برة الدايرة دي. طبعا ده عدم الفطام ده خرب البيت. من المضاعفات كمان أنه أي علاقة حب حقيقي تنهار مع الأنانية بما فيها العلاقات الإنسانية الطبيعية. يعني إيه؟ ممكن أبوة تقع، ممكن أب يكون أناني طبعا، ممكن أب يكون عاوز يحقق ذاته في عياله، فهو الحياة مش بيحبهم حب مسيحي، هو عاوزهم يحققوا حلمه، برضو بيفكر في نفسه. وأم تبقى مكلبشة في عيالها وعاوزة تفتخر بيهم بس هي لنفسها. لكن الأم اللي تقول لها يا بنتي ربنا يسعدك، لو كانت الهجرة تسعدك روحي ربنا معاك، انت هتقطعي بيا بس سعادتك تشغلني، غير أم تقول لها مش هنقبل عريس إلا لما يقعد جنبنا، وأنا اللي أقول ينفع ولا لا. لا مش هينفع كده خالص. تعبير الكتاب فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان. إرضاء الآخر نوع من التحرر من الأنانية والذات. نتيجة أخرى للأنانية عدم الفرح. بالمناسبة كده عشان برضو تقولوا صعب الواحد يعني يلقط نفسه في الأنانية أو يكتشفها، أسهل معيار في رأيي اللحظة اللي تلاقي نفسك فيها مش مبسوط، قول غالبا أنا مركز مع نفسي، هتطلع صح. فطبعا لو أنت مش مبسوط 23 ساعة من ال 24 ساعة يبقى أنت واخد نمرة عالية قوي في الأنانية، حاجة تشرف. لو أنت مبسوط نص الوقت يبقى كويس، أنت تحررت من نص الأنانية. لو أنت مبسوط على طول يا بختك، بقيت شبه المسيح لأنه دائما فرحا، لأنه دائما محب، لأنه دائما لا يفكر في نفسه. أقولها تاني، دائما فرحان عشان دائما في حالة حب عشان دائما ناسي نفسه. كم واحد بقى عايش الحالة دي؟ قليلين. متضايق يبقى همومك تقيل عليك لأنك أنت مركز مع نفسك زيادة. توقف عن الأنانية. تعالوا نعالج بقى في سلسلة الستوب دي، كنت بخترع كده أخطيت يعني 3 R ينفعوا في علاج أي مرض. روح ريفايز ريزيست ريبليس. 3 R دول يعني سلسلة كده منحاول يعني ننشرها. ريفايز الأول مقصود بيها إيه؟ تعال نشوف المرض ده فين، نشخص يعني، مقصود بيها تعال نشخص، لأن التشخيص في الطب نص العلاج أو أكتر. لو شخصت صح يسهل العلاج. فزي ما قلت لكم مع بداية الكلام، قلت أغلب الستات قالوا الموضوع ما يخصناش. مفروض دلوقتي لو كانوا يعني متواضعين هيقولوا إن الموضوع يخصنا. تعال نراجع ايه ظواهر الأنانية عندي. ممكن ما تكونش في العطاء المادي، ممكن ما تكونش بخيل في الفلوس بس بخيل في المشاعر، برضو أنان. ممكن تكوني بتقفي على رجلك من الصبح للليل عشان ولادك، بس لما تيجي عند حد تاني غير عيالك ما عندكيش استعداد خالص. يبقى برضو في حد، يبقى احنا عاوزين ايه نكتشف أنا فين الأنانية. ممكن يكون مخي شغال طول اليوم ما بيفكرش غير في نفسي، حتى بطريقة إيه، هم مزعليني، هم ظلميني، هم بس أنا في الآخر السنتر، أنا المركز. يبقى راقب نفسك أو راجع نفسك، فكرك مشاعرك كلامك، تعرف بالظبط حجم المرض اللي معطلك روحيا. ما في الآخر الانطلاق الروحي الامتلاء الروحي مرتبط ان انا اعرف
أدوس على الحتة دي أو أتخطها. تاني آر ريزيست، بتدي بقى قاوم، زق بقى. زق إيه؟ زق الفكرة المعتادة أنا مهم، زقها. لا، ما كل الناس مهمة، مفيش غير اللي مهم. أنا تعبان، ما كل الناس تعبانة. أنا عاوز، ما كل الناس عاوزة. فبتدي زق تفكيرك في الأنا، ما تستسلمش. أنا متضايق يا سيدي، ما اللي حواليك متضايقين، طبطب عليهم وبعدين شوف اللي طبطب عليك. يبقى أنت بتقاوم مركزية الأنا، سلطان الذات اللي شاغل روحك طول الوقت ده. نفس الكلام على مشاعرك. أنا مثلا زهقان، عارف أحسن علاج إيه؟ إنك تشوف واحد زهقان تعمله اللي هو عاوزه، هتلاقي نفسك بطلت تزهق. يعني أنا أقصد إيه؟ مش تحطوا همكم على بعض، مش ده اللي أنا أقصده. مجرد إن أنت تنشغل بآخر أنت غلبت القصة. قاوم الكلمات اللي فيها أنا كتير. في ناس لو سجلنا لهم شريط، صدقوني سجل لروحك عشوائي من غير ما تاخد بالك نص يوم كده كلام وحلل اللي انت قلته، هتلاقوا انه فعلا تلات ارباع الكلام على نفسنا ورغباتنا ومزاجاتنا واللي بيضايقنا واللي بيبسطنا مفيش غيرنا. طبعا دي يبقى احنا لسه مش ما بقيناش مسيحيين بجد. المسيحي الحقيقي ناسي روحه خالص، ده مش موجود لسه. فهنا ريفايز وريزيست، ده طابع خلي بالكم، يعني فعلا مش سهلة. ليه؟ عشان اغير دماغي واغير قلبي واغير مواقفي، الموضوع مش هيجي سهل. عاوز اطبع بطبع جديد ان انا الناس شغلني اكتر من نفسي. تالت واحدة بقى ريبليس. ريبليس يعني ايه؟ استبدل بقى، بدل نفسك حط حد تاني. مفيش غير حدين. حدين اقصد ايه؟ ربنا والبشر. وهي دي شريعة العهد الجديد، تحب الرب إلهك ها وتحب قريبك كنفسك. فهمتوا الحكاية ماشية ازاي؟ افعل هذا فتحيا. يعني ايه؟ يعني الراهب اللي قاعد يصلي من قلبه أناني؟ لا. ليه؟ لأنه مشغول بربنا، يبقى شطب على نفسه. والخادم اللي ملهي بالغلابة أناني؟ لا، لأنه شطب على نفسه. وفي رأيي ما يفرقوش كتير عن بعض، لأن الاتنين ممكن يكونوا ماشيين بنفس الخطوة. ده بيتقدم في حب الله على حساب نفسه، وده بيتقدم في حب الناس على حساب نفسه، والاتنين أحلى من بعض. ده ربنا دعيه يخدم الناس أكتر، وده ربنا دعيه يشبع بربنا أكتر. الاتنين مطلوبين، والاتنين حلوين، والاتنين يتسابقوا على المكان في السماء. واضح الفكرة؟ عشان كده تلاحظوا لو صليت من قلبك دي لحظة ما فيهاش أنانية، ولو خدمت من قلبك دي لحظة ما فيهاش أنانية. لو زادت لحظة الصلاة الصادقة، برافو عليك يا بختك تحررت. ولو زادت الخدمة الصادقة، يا بختك يبقى أنت ماشي صح. لو يومك ما بقاش فيه غير صلاة وخدمة وكله بصدق، أنت عملت الآية، ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. أنت بقيت عايش أحلى عيشة، انت بقيت اسعد واحد على الارض. مش مهم خالص امكانياتك ولا امراضك ولا سنك ولا ظروفك. امنا العذراء فرحانه طول الوقت مع انها مفيش حاجه تفرح من الدنيا، حتى ابنها الوحيد اتصلب وصعد، لكن هي ما بتعملش حاجه غير ربنا. بولس الرسول فرحان طول الوقت، 90% من وقته الناس. بس في الحالتين هي بتحب ربنا على حساب نفسها، وهو بيحب الناس وخلاص الناس على حساب نفسه، والاتنين أحلى من بعض. طبعا أمنا العذراء تسبق، أنا مش بقول مين أحسن، بس بقول شكلين يوصلوا لنفس النتيجة.
استبدل نفسك بربنا واستبدل نفسك بالناس. ودي لازم نتمرن عليها بداية من بيوتنا على فكرة والتعاملات العادية، لأن تاني بقول لكم ساعات الأنانية تبقى جوه البيت، تبقى مع أقرب الناس، تبقى مع الحاجات الغريزية الإنسانية اللي المفترض فيها إن مش معقول مش هحب ابني، لا بتحب نفسك في ابنك، فتبقى مش بتحبه صح، بتحب نفسك في مراتك فأنت مش بتحب مراتك في ذاتها. تعالوا نقول بقى شوية آيات وتداريب. لما يقول مثلا وادين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية مقدمين بعضكم بعضا في الكرام. لو سألت تجاسرت وقلت مين فيكم ما بيحبش الكرامة؟ كلنا بنحب الكرامة عادي، لأن احنا مخلوقات على صورة الله اللي بنقول له لك الكرامة، فاحنا بنحب الكرامة، ما حدش يقدر ينكر، ما حدش ما يحبش المجد والكرامة. بس ربنا قال المجد والكرامة هده الكونة، لكن احنا بنحبهم. بدل انت بتحب الكرامة والاخر بيحب الكرامة، ما تقدم كرامته على كرامتك. فهمتوا التدريب ماشي ازاي؟ بدل ما انت تاخد انت المديح ما تمدحه، بدل ما تشحت الكلمة الحلوة ما تقولها، بدل ما تستنى الناس تمجدك ما تمجدهم. فهمتوا الفكرة؟ لو انت عملت كده هتبقى غلبت ذاتك ورفعت الآخرين ونفذت الآية وطلعت بره الأنانية وعايش حياة ألطف وأجمل. إن لسانك طول الوقت بيدي كرامة للي حواليك انت مستمتع بالحكاية. أو بتعبير تاني يقول لا يطلب أحد ما هو لنفسه بل كل واحد ما هو للآخر. ما تطلبش حاجتك، اطلب حاجة غيرك، اطلب حق غيرك قبل حقك، فكر في مصلحته قبل مصلحتك، فكر في راحته قبل راحتك. لو عشت كده اياك بقى تفكر وتقول هيستغلوني. يا سيدي اللي يستغلك يستغلك، ما احنا بنستغل ربنا طول عمرنا وساكت وفرحان برضو. ما تخافش من الحتة دي، لو قعدت تفكر فيها كتير هتعطلك. تأكد ان انت بالحكمة ربنا يديك حكمة مش هتبقى مستغل زيادة. تدريب اخر انا بجيبها من ايات تحمل تدريب ضمنية. لذلك اقول لكم، بصوا التدريب البسيط ده اللي جه في الموعظة على الجبل وغالبا ما عملناهوش لسه، لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. كخدام اقول تدريب صعب، ما تطولش عن دقيقتين ثلاثة في اختيار اللي هتلبسه أو اللي هتاكله. يعني إيه؟ اختار بس في دقيقة، في دقيقتين ما يصحش تفضل تفكر هتاكل إيه ساعة، لا كده تبقى الأنا ضخم جدا والمزاج عالي زيادة. ما يصحش تقفي قدام المراية تفكري كتير قوي هتلبسي إيه. ليه؟ ما هو معناه ان انت غرقانه في نفسك، مشغوله على منظرك زياده، وده ضد تعليم المسيح. لا تهتموا لحياتكم بما تاكلون وبما تشربون ولا لاجسادكم بما تلبسون. طب امال اهتم بايه؟ اهتم باخوك، اهتم بالوصيه، اهتم بالابديه، اهتم بحاجه عليها القيمه. ما هو ربنا مش بيلغي دماغنا بيقول خليكوا عطلين ما بتفكروش، لا بس بيقول في حاجة أهم من حاجة. آية وتدريب. لما يقول فرحا مع الفرحين بكاء مع الباكين، خلينا نطلع خطوة عن مستوى المجاملة. كلكم ناس مجاملين، بس في المحبة المسيحية درجات في الحب. المجاملة أقل حاجة. في واحد عنده ظروف، ممكن تعمل له تليفون، ممكن تزوره، ممكن تقعد معاه، ممكن تشاركه همه، ممكن تشيل عنه مشاكله. دي درجات. اطلع درجة، شوف انت واقف فين. انت على قد التليفون طب اعمل زيارة، انت على قد الزيارة طب خليها نص يوم، انت بتاع نص يوم
طب شوف بقى تعمل مشاركة إيجابية أكتر من كده إزاي في حاجة زي كده. يبقى اطلع درجة في سلم المحبة العملية، لأن كل ده إنكار نفس. ما تبقاش مستني اللي يقول لك ساعدني، لا لا، المفروض أنت اللي تبادر. لما يقول الكتاب اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم، تفرق كتير قوي عن اذكروا المقيدين بس. اذكروا المقيدين زي ما أنا بعمل كده، أقول يا رب افتكر المساجين، افتكر المرضى المعوقين، لكن كأني لا تفرق بقى. لو أنا حاسس بالظبط بمشاعره موقف هيختلف. أذكر مرة كنا في زيارة لأبونا بشوياس، ربنا يديله الصحة والعمر، كان طالع من سجن 81، وإحنا كنا تلاميذه في وقت، طلع في الدفعة اللي طلعت بدري بسبب الصحة، فمراته بتقدم شوكولاتة كده حلاوة خروجه من السجن، فهو مسك الشوكولاتة وعيط وقال أنا أخواتي أبائي أسقفة وكهنة لسه في السجن وأنا هاكل شوكولاتة. طبعا إحنا خدنا الشوكولاتة في جيوبنا وخلاص، إنما أنا كل ما أقرأ الآية دي أفتكر الموقف ده. أذكروا المقيدين كأنكم مقيدون. هو ما قدرش يخرج نفسيا من السجن، ليه؟ عشان اللي جوه إحساسه إنه مش هعرف أكل براحتي لأن في ناس مش بتاكل كويس. ده مستوى من الحب أعلى من العادي، أو هو ده إنكار النفس. إنكار النفس إن أنا أتخطى أنا إلى احتياجات الناس. بنفس المعنى يقول يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، لإلهنا كل مجد وكرام الأبد.